كبريت المشراق شأنه شأن بقية الثروات الطبيعية الأخرى في العراق ما عدا النفط، يأتي كأحد الموارد التي أهملت منذ عام 2003، وتعد المشراق جنوبي الموصل من أكبر حقول الكبريت الرسوبي في العالم. والدليل على ذلك هو أن الاحتياطي العالمي يقدر ب 600 مليون طن من هذه المادة، بينما تقدر احتياطيات المشراق لوحدها قرابة 360 مليون طن، أي حوالي ثلثي الكبريت الموجود على سطح الكرة الأرضية برمتها. تأسست الشركة العامة لكبريت المشراق التابعة لوزارة الصناعة عام 69 من القرن الماضي، وبدأ إنتاج الكبريت من خلال عقد استثماري مباشر مع إحدى الشركات البولونية يوم 28 من كانون الأول عام 71، وهو اليوم الذي اعتبر فيما بعد عيد المناجم العراقية. واستمرت الشركة البولونية بالعمل حتى عام 90، وتضم الشركة العامة لكبريت المشراق عدة خطوط إنتاجية، منها مصانع إنتاج مادة الشب كبريتات الألمنيوم المائية، وهذا المصنع تحديدا أعيد تأهيله بعد استعادة القوات العراقية السيطرة على نينوى منتصف عام 2017، وطاقته الإنتاجية تبلغ 80,000 طن من الشب سنويا. تمتد الرواسب الكبريتية في منجم المشراق لمسافة 8 كيلومترات وبعرض 3.5 كيلومترات على عمق يتراوح بين 80 و300 متر، وسمك الطبقات الكبريتية يتراوح ما بين 20 و50 متر. ويتصف كبريت المشراق بلونه الأصفر الفاتح وبنسبة نقاوة تصل إلى 99%. يؤكد الخبراء الاقتصاديون إن هناك تعمدا من الحكومات المتتالية بعدم استثمار حقول كبريت المشراق، وإن الدولة العراقية ومنذ العام 2003 تفتقر لرؤية استراتيجية اقتصادية تعكف على استثمار الموارد الطبيعية الهائلة على غرار استثمار النفط والغاز، وإن سوء الأوضاع الأمنية والفساد وضعف الدولة وتلكؤ الاستثمارات والتنمية فضلا عن غياب الصناعات التحويلية جعلت الاستفادة من هذه الثروة لا تتناسب مع حجمها وأهميتها. يؤكد المختصون أن القيود المفروضة على الصناعات الاستخراجية العراقية بموجب عقوبات عام 90 تتحمل المسؤولية الكبرى عن الإهمال في استخراج مادة الكبريت، ما أدى إلى دخول الشركة العامة لكبريت المشراق التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في قائمة التعطل والنسيان، الأمر الذي يشجع العصابات على السرقة المستمرة. وما فاقم المشكلة هو كثرة الحرائق التي نشبت في حقول منجم المشراق، إذ تعرض لثلاث حرائق كان أشدها عام 2003 عقب الغزو الأمريكي للبلاد، ثم في عام 2016 عندما أحرق إرهابيو تنظيم داعش فضلات الكبريت في محاولة لعرقلة تقدم القوات الأمنية، وفي صيف 2019 امتدت ألسنة اللهب الناتجة عن حرائق حقول القمح والشعير لتصل إلى حقول الكبريت، ما تسبب بتلوث بيئي كبير. وحدة الدراسات الاستراتيجية مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.